ولتسليط الضوء على ملف الطاقة في العراق واستمرار معضلة الكهرباء وتفاقمها مع دخول فصل الصيف شديد الحرارة في البلاد وكيفية تعاطي حكومة السوداني مع هذه المشكلة، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بك ومشاهديكم الأكارم الفاضل. أستاذ عبد الله، تتغير الحكومات وتبقى مشكلة ومعضلة الكهرباء دون أن تتغير أو تحل، فما هذه المعضلة الكبيرة التي لا تستطيع حكومات متعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، رغم ما أنفق من مليارات 80 مليار دولار على هذه المشكلة أو لحل هذه المشكلة، دون أن يجد المواطن حلاً لها حتى اليوم؟ الإشكالية الكبيرة الأساسية هو في إقدام الاحتلال في أيامه الأولى لغزو العراق بتدمير 80% من البنى التحتية للكهرباء، وبالتالي فهي إرادة أمريكية لإخراج العراق واستخدامه للطاقة في موارد عدة، منها الصناعة، الصحة، وهذا يؤثر على المجتمع بشكل عام في التعليم وفي مجالات أخرى. فبالتالي الكهرباء هي استهداف يعني استراتيجي لقوى الاحتلال اللي هي أمريكا بدتها، وبالتالي إيران. والقضية مركبة تركيب كبير. مثلا في بداية الاحتلال كان يعني بداية السرقة بدأها أيهم السامرائي وزير الكهرباء الذي عينته قوات الاحتلال، وقامت القوات الأمريكية باقتحام مكان احتجازه وتحريره كما ادعوا. فبالتالي هي إذان بأنه لا توجد كهرباء في العراق، وكثير من المسؤولين الذي لامسوا هذه المشكلة، ومنهم حيدر العبادي أعلنها صراحة، قال هناك قوة خارجية أمريكية وأخرى، كان يخاف من سليماني أن يقول إيران، هي التي وراء هذه المشكلة الدائمة التي ستبقى دائمة حسب ادعاء. على أي أساس إذن أستاذ عبد الله ينتخب المواطن العراقي النواب والحكومات تؤلف حكومة بعد أخرى؟ على أي أساس إذا كان ملف مهم خدمي من هذه الملفات المهمة التي تمس حياة العراقيين في كل القطاعات، في التعليم وفي الصحة وفي البيئة وفي كل شيء، والكهرباء غير متوفر؟ المواطن العراقي بعيد جدا عن الانتخابات وعن ما يسمى بالديمقراطية، ليس له علاقة. نحن نعرف تماما أن الانتخابات تجري 15%، هذه لا تعد حتى جماهيرهم. فبالتالي المواطن يعرف تماما أن هذه السلطات غير معنية براحته أو بصحته، وهي متواطئة، بالدليل أن الفساد المستشري داخل عملية الكهرباء، يعني ذكر تقريركم 80، إلا أنه في الحقائق وفي الأوراق 100 مليار دولار استخدم لعملية الكهرباء وإعادتها، وهذا يكفي أن تغطي 3-4 دول بالكهرباء المستديمة والدائمة وبدون الحاجة إلى أخرى. وبالتالي هذه هي المشكلة. ليس المواطن العراقي ليس معني بالانتخابات ولا يذهب للانتخابات لحل الكهرباء، إنما تحت وطأة وغش الأحزاب التي تقود السلطة والتي دائما تكذب عليه على أنها هي التي ستؤدي هذه المسائل الأساسية له، مثل الكهرباء والصحة وغير ذلك. فبالتالي المواطن بعيد جدا عن الانتخابات وما يجري في أروقة. لكن هل هذه المعضلة أستاذ عبد الله، معذرة يعني في إجابتك الأولى قلت بأن هناك قوة خارجية تريد هذه المعضلة، بقاء هذه المعضلة، ولكن أنا أسأل اليوم، هل الحكومة عاجزة بالفعل عن الفكاك من هذه الضغوط أم أنها متساوقة معها؟ لا، الحكومة ليست فقط عاجزة، وإنما هي رهينة القرار الإيراني. وبالتالي احنا نعرف تماما أن القوى المؤثرة في السلطة هي قوى الميليشيات التي تريد ربط العراق بإيران بشكل دائم واستراتيجي ثابت. ومنها، وهذا معروف في كل دول في أبسط علوم السياسة، أنه أي دولة من الدول تسلم اقتصادها الطاقة والغذاء إلى أي دولة أخرى، بمعنى أنها هي سلمت سيادتها بالكامل لهذه الدولة، وهذا ما يجري مع إيران. فبالتالي أي عمل يجعل العراق يستعيد جزء من استقلاله السياسي أو الاقتصادي في مجال الطاقة والغذاء، تقوم هذه القوى الإيرانية داخل العراق والتي تقود السلطة
بكل مفاصلها تمنع من هذا الإنجاز أو هذا العمل لمصلحة إيرانية بحتة، وبالتالي فالمشروع هذا دائما يبقى. فأي سلطة تأتي من حضن هذه الأحزاب لا تستطيع ولا تريد ولا توجد هناك إرادة سياسية أو وطنية للخلاص من هذه المشكلة الكبيرة، لأن هذا يعني فكاك العراق من إيران اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. فبالتالي هل ثم التعارض أستاذ عبد الله أن يعيش المواطن العراقي بالحد الأدنى من الكهرباء، بكهرباء متوفرة، طاقة متوفرة، وخاصة أنه السوداني مثلا يعني كما قال قبل ذلك أنه العراق يعني يجري تصدير الطاقة إلى دول الجوار بعد الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي والكلام للسوداني، هل هذا معقول أنه يعني هناك تعارض، يعني يجب أن المواطن العراقي يدفع أثمان كبيرة جدا لهذه المشكلات الموجودة حتى يرتاح الآخرون؟ لماذا لا يعني لا يكون هناك توفر لهذه الخدمة؟ ما هو المشكلة في النظام السياسي الذي لا يعتبر المواطن هدف له. فبالتالي هو يعني هي الإشكالية هنا، الإشكالية أن الهدف يعني لا رئيس وزراء ولا أي وزير ولا أي كتلة سياسية من بعد الاحتلال إلى هذا اليوم أن تجعل المواطن هدف لها لتسعى لتوفير خدمات بسيطة مثل الكهرباء، وهي يعني خدمات طبيعية جدا طبيعية، يعني الكهرباء، الصحة، هذه من مستلزمات أي حكومة وأبسط حكومة في أفقر بلد بالعالم تقدم هذه، لكن هناك إرادة سياسية بأن يبقى الشعب يعني الفرد العراقي تحت هذه الضغوط حتى لا يستطيع أن يقدم شيء لنفسه أو لعائلته أو لوطنه أو يقوم بممارسة أعمال تجعل منه ذات قوة اقتصادية على الأقل على المستوى الشخصي أو على المستوى الوطني العام. هناك تفاقم في التغيرات المناخية وتأثيرات كبيرة جدا على البيئة وعلى أجواء العراق ومصير آلاف العائلات وسط وجنوب البلاد، كله مرتبط بمشكلة الكهرباء وبغيرها من المشكلات. هل هناك استعداد حكومي لمواجهة هذه القضايا؟ يعني تجربة 20 سنة وادعاءات الأحزاب وتغير الحكومات وادعاءاتها والشعارات التي ترفعها والوعود التي تعطيها تثبت تؤكد أنه لا مجال أن يتحقق شيء لصالح المواطن العراقي في مجال الكهرباء أو في مجال الصحة أو في مجال الغذاء والأمن. وبالتالي ليس هنالك يعني غاية للسلطات أن تحقق شيء للمواطن العراقي. فالهدف ليس الهدف اللي هو الإنسان العراقي، وإنما الهدف هو استمرار أن يبقى العراق بهذا الحال لمصلحة أمريكية إيرانية دائمة. فبالتالي تعجيز كل ما أي حكومة أن تقوم بأي عمل لصالح المواطن العراقي. أما الإدعاءات التي تدعيها فلا يوجد يعني رئيس وزراء جديد جاء أو وزير كهرباء أو غيره إلا وادعى أنه سيقوم وسينفذ وكذا، والعراق يمتلك هذه الإمكانيات. كيف تنظر إلى موقف المواطن العراقي؟ هل المواطن العراقي يأس من محاولة التغيير أستاذ عبد الله، وبالتالي هو يتحمل ويتكيف مع هذه القضية، يعني يحاول أن يستبدلها بالمولدات الأهلية ويتكيف معها؟ هل هذا أيضا كلام منطقي؟ هو كلام غير منطقي بالمطلق يعني بالتأكيد، لكن المواطن العراقي هو يعرف تماما أنه هذه السلطات غير معنية به. نعم. لا تعتني به وليس هو هدفها، وبالتالي هو لا يتكيف برغبته، وإنما مجبرا على التكيف واستخدام الوسائل البدائية. أصلا إذا اليوم كان يتمكن من شراء مولدة أو يستخدم شيء مولدة، إلا أن الأزمات الاقتصادية التي ستمر بالعراق نتيجة الفساد الاقتصادي وسوء الإدارة المالية، كل هذا سيدفع بالمواطن إلى استخدام يعني المسائل البدائية جدا في استخدام حياته اليومية في الكهرباء وغيرها. فبالتالي الهدف الأساس لهذه الدولة هو تأثير المواطن. المواطن لا يقصد هو التكيف الطوعي أو نسميه احنا، ويحاول أن يتغلب على المشكلة ولا يتكيف معها. نعم، يتغلب عليها بشكل بالضبط. فردي يتغلب عليها لا يتكيف معها، ولكن هذه بالتالي ستجعل من الشارع العراقي حالة بالتأكيد حالة
حالة ثورية للتغيير، هذا سيدفع. يعني هم الآن يتوقعون أن المواطن العراقي تكيف ورضى وخلاص، وأنت سينتهي هذه السنة وتأتي السنة اللي بعدها. لكن من ناحية أخرى، كيف من المفترض أن يوصل المواطن العراقي الرسالة للحكومة والجهات المعنية؟ لأنه الصمت على الشيء ومحاولة التغلب عليه بمبادرات فردية أو مبادرات مجتمعية أو في الأحياء والمناطق السكنية، قد يفهم منه المسؤول بأن المواطن يعني تكيف مع هذا الأمر، وبالتالي لا داعي لأن نقوم بأي عملية تغيير ولتستمر الأحوال على ما هي عليه. لماذا لا تكون هذه القضايا قضايا مفصلية في الانتخابات مثلا، قضايا مفصلية في الحراك الشعبي؟ مسألة الانتخابات، العراقيين لا يفكرون أن تكون هي يعني كحل للعراقيين، إن يعرفون أنه الانتخابات وراءها أحزاب تمتلك ميليشيات، تمتلك قوة مالية، تمتلك قدرة على التزوير، فهم هم يتقدمون بالانتخابات القادمة. فمسألة الانتخابات، العراقيين لا يفكرون أنها ستكون أحد وسائل التغيير، إنما الاحتجاجات، وهذا يحدث في الناصرية وفي بغداد وفي كثيرة، وتقوم القوات الأمنية بمهاجمتهم. والعجيب الأمر العجيب أن القوات الأمنية التي تقوم بالاعتداء وتعنيف المتظاهرين ومن نفس عوائلهم غير يعني غير متمكنة من الكهرباء وغير تحصل عليها بالشكل المطلوب. هذه هي المتناقض الذي يحدث. لكن العراقيين بالتأكيد سيرفعون صوتهم أكثر، ووسائل الاحتجاج ستكون أكثر تطورا وأفضل في حتى في الأيام القادمة، وليست فقط في السنين القادمة، وإنما سيعملون على تغيير شيء. العراقي غير يعني ليس كأي شعب آخر، من حقه أن يثور ومن حقه أن يطلب التغيير. نعم. أشكرك. بكل الوسائل المتاحة بالنسبة من له. كوبنهاجن الباحث والكاتب السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.